السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله عز وجل يا شيخ أن يجعل عملك هذا خالصا لوجهه عز وجل. يا رب أمين. وإياك يا رب. وإياك. والله يا شيخ أنا كان عندي سؤال. أنا أثناء سعي في الصفا والمروة فوجئت بأحد علماء الأمة الكبار يعني في وجهي، فسلمت عليه ودعا لي وكده. السؤال إن أنا بعد ما شفت هذا العالم للأسف يعني إن أنا فتحت جوالي واتصلت بأصحابي في الحرم في أماكن أخرى وقلت لهم الشيخ الفلاني موجود في المكان الفلاني تعالوا سلموا عليه وكده، وظلت أتبعه يعني كنت ماشي وراه بمسافة كده كي أشاهده يعني، وانشغلت صراحة يعني في العبادة للأسف يعني. فهل سعي كده الصفا والمروة هل كده أصبح السعي باطل والمفروض إن أنا أعيد السعي وبالتالي أنا انقطعت عن العمرة الآن، ولا سعي جائز ولا إيه يا شيخ؟ جزاكم الله خير. السعي صحيح، السعي صحيح، لكن أجرك أقل لانشغالك عن ذكر الله سبحانه. السعي صحيح لكن أجرك أقل لانشغالك عن ذكر الله تبارك وتعالى، والله أعلم.